والله لو تدري ما تبعد دقيقة بس الظروف وجور الأيام ضدي حاول وفكر زين بيا طريقة أنا تعبت ولك ترى بحت سدي والله لو تدري ما تبعد لك من العذال فكبر حريقة هذا كلامي وفهمي زين ردي صاحبك من فقرة ترى نش فريقة ولا انت غالي غالي يا ثماني عندي والله لو تدري ما تبعد دقيقة بس الظروف صراحة حقيقة ودي معك من وين ما تروحي ودي يا كميض العرقاه لك ثم ويقى وامشي طريق لك يقرب يودي والله لو تدري ما تبعد دقيقة بس الظروف وجور الأيام لأن المشاعر في حضورك رقيقة ليتك تحس ولا تروح متعدي والله لو تدري ما تبعد دقيقة بس الظروف وجور الأيام ضدي والله لو تدري ما تبعد دقيقة بس الظروف